حصل امتى وازاي الكلام ده؟ احنا ما عرفناش غير على الظهر كده لما وقت الغدا جه وما ظهروش، بس هما كانوا بيلعبوا مع همام وحسونة من الصبح بدري. انا قلت لهم بلاش نلعب الالعاب اللي فيها جري وتنطيط وتعب ورعب دي، كان زماننا مرتاحين دلوقتي. طب ما فيش وسيلة للاتصال بيهم؟ ما حدش منهم معاه موبايل مثلا؟ فارس معاه موبايل بس بنكلمهم الصبح مغلق، وبعدين من شوية اتصلنا بيه ادانا جرس وما بيردش. طب اديني الرقم. ألو، هديك رقم موبايل دلوقتي تتصل بيه وتحاول تتتبع مكان الاتصال وتحاول تعرف هو فين بالظبط. بيقولوا يا حضرة الضابط كان في واحد غريب عن البلد جنب الصندوق ده، تفتكر دول مجرمين وخطفوهم ولا ايه؟ ما تقلقيش كله حيبان، بس الأول نحدد مكانهم. عفارم عليك يا طفاش، وصلت بالبضاعة من غير ما حد ياخد باله منك ولا يظبطك في الطريق. أمال ايه؟ دي عملية العمر، لما نحفر نفق من تحت الكهف ده يطلعنا على ليبيا هنعمل فلوس زي الرز يا جباس. طب تعالي نرصهم جوه عشان نبدأ شغل، والحمد لله السياحة قليلة والرجل خفت على المكان، يبقى هنشتغل براحتنا. لو افهم بس الخواجات بيعجبهم ايه في الشخبطة اللي على حيطان الكهف دي. مالناش فيه يا طفاش، خلينا نخلص حفر النفع عشان نبدأ الشغل على كبير. يلا يا فارس بسرعة، تعالى نخرج من هنا. خليني نايم يا بكار، خايف اصحى الاقي المشكلة لسه ما تحلتش، خلصوا كل حاجة وصحوني. المشكلة عمرها ما تتحل وانت نايم، يلا يلا بسرعة. وده وقته ده غريبة، تصدق الشبكة هنا كويسة. مين اللي هنا؟ مين دول؟ ايه ده؟ هو انتو؟ ونعزل للواد قال لي عليها ايه؟ ايه طفاش؟ انت تعرفهم؟ لا، بس كان الواد اللي بيراقب الصندوق قال لي ان في عيلين بيحوموا حواليه، وانا شفت اتنين تانيين وافتكرتهم هم، ما خدتش بالي من دول. يبقى ناخد بالنا منهم دلوقتي.